مساء الخير. بداية عرفينا عن نفسك. نجاة أبو رعد من شفا عامر. نعم نجاة من شفا عامر. نجيتك اليوم هنا في بيت جان وانتخابات التمهيدية لعضوية ورئاسة حزب العمل. حدثينا عن أجواء هذه الانتخابات. الصراحة أنا من الساعة 10 متواجدة هون في بيت جان. الأجواء كثير كثير حلوة وفي زي ما بقولوا دعم كبير للجميع المتنافسين. كثير يعني أجواء حلوة ونتمنى النجاح للجميع. هيك بس بحب أقول أنا حلو يعني نجت. هناك على ما أعتقد 4 مرشحين. أيوة. لمقعد الأقليات من قبل الطائفة المعروفية. أيوة. في حزب العمل دكتور أمير خنيفس من شفا عمر، صالح سعيد وشادي قبلان، وأيضا سلمان ترودي من كفر السميع. أيوة. من خلال تواجدك هنا بين الناس واحتكاكك مع المصوتين، ما هو الشعور؟ هل هناك عز ديمقراطي؟ كثير كثير الأجواء منيحة والناس كثير حلوة هون ومتعاطي دفكة عم للكل للجميع، عم بيحاولوا إنه يفرقوا الإشي للجميع وإنه يكون الإشي متسلح كمبان للأربعة. حلو كثير. وما هي توقعاتك الشخصية؟ إن شاء الله بالنجاح للجميع وبتمنى إنه كمان الدكتور أمير خنيفس إنه كمان يكون في المقعد. شكرا جزيلا لك. الله يسعدك يا حبس. السيد علي سعد سكرتير فرع حزب العمل في بيت جان، حدثنا عن مجرى الانتخابات هنا في بيت جان. والله مجرى الانتخابات منيحة. احنا ماخذينها أزرة سبورت والحمد لله لحد إسا ماشي عم بيصوتوا، والحمد لله إنه إن شاء الله بكون شو بقولوا النجاح حليفنا. نعم يعني حسب رأيك عز ديمقراطي في بيت جان بالرغم من كون مرشحين من هذه البلدة. لحد إسا مبين هيك إن شاء الله ما يصيرش إشي ثاني. ماذا عن نسبة التصويت حتى هذه الساعة؟ حتى هذه الساعة عندنا صار حوالي 150 مصوت من حوالي 1920 في عندنا هون. إن شاء الله إنه مع الناس بعدها في الشغل وعندنا بلدنا بيكون نسبة تصويت كبيرة. كبيرة عالية. ما هي توقعاتك بالنسبة لقائمة حزب العمل؟ بالنسبة لقائمة حزب العمل الوضع صعب واللي بيقول غيرك بيعرف سياسي. أما إن شاء الله إنه بيعملوا شو بيقولوا حبوريم إنه يطلعوا الوضع لأنه مش مزبوط. هناك حديث عن بصفتك طبعاً سكرتير حزب العمل هنا في القرية، هناك حديث عن دمج ما بين حزب ميرتس وحزب العمل، هل تؤيدون هذه الفكرة في الحزب؟ طلع أنا ما عرفش هاي الشغلة لأنه أنا بقول لك كل دمج بده يكون بتجيبه للبعيدة والبعيدة هي بتقرر إذا يكون ولا ما يكونش. نعم ولكن رأيك الشخصي هل هذا بيفيد الحزب؟ شو الدمج كيف بده يكون تنسمع تنعرف فتعطي رأي الواحد. أنا يعني معقول يكون دمج مش مزبوط للحزب في البعيدة، في البعيدة بيقبلوش، أما إذا بيكون دمج لصالح الحزب بيقبلوه. شكرا جزيلا. ولا يهمك.